مشاهدينا، الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس مركز العلاقات الخارجية الأمريكية الدكتور صفي الدين حامد. أهلا بكم دكتور. إلى الصدر رافدين دعوات متزايدة لعزل ترامب من قبل سياسيين وحقوقيين وصحفيين أمريكيين، برأيك هل فعلا بات الأمريكيين ينظرون إلى استمرارية ترامب في الحكم أنها مصدر خطر على الداخل الأمريكي؟ هو طبعا من يقول هذا في الغالب يكون من الديمقراطيين، من الحزب الديمقراطي، ومن الحقيقة المتشددين فيهم، لأن يعني العقلاء لا يريدون أن يقحموا البلاد في هذه الدوامة من العزل، لأنها يعني بتأخذ يعني مجهود كبير، ويعني حاليا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يعني تريد أن تتفرغ لموضوع الأزمات الاقتصادية وخلافه، إلا إذا كان المحقق اللي هو روبرت مولر، المحقق الخاص بالتعديات الروسية على الانتخابات وعلاقتها بترامب وحملته الانتخابية، إذا حدث وجاء التقرير في الشهر القادم أو اللي بعده، يعني جاء تقريرا في فعلا ان في جرائم ارتكبت، هتبدا طبعا العد التنازلي للضغط في اتجاه العزل. لكن قبل هذا، كل هذه الضوضاء والطريقه الهوجاء المتهوره وفي بعض الاحيان اللي هي غير مؤدبه كمان، في التعامل مع القضاء، في التعامل مع الجيش، في التعامل مع الاعلام، كل هذا لا يسبب ولن يعني لن يؤدي إلى لكن الجريمة مخالفة القوانين الأمريكية ومخالفة الدستور الأمريكي، هيبقى طبعا هيضطر كل الموجودين في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب اللي هو طبعا أصبح الآن يتحكم فيه الديمقراطيين، فعلا هيتحركوا في هذا الاتجاه. لكن حتى إشعار آخر عندما يظهر المحقق مولر ما عنده في التقرير النهائي. دكتور، ما أهم ما يؤخذ على سياسة ترامب؟ أهم شيء طبعا هو التعديات اللي هو بيتعداها في مسائل تهم الحقيقة، أو يعني هي المفروض مسؤولية القضاء. يعني هو بيحاول مثلا تغيير أو التعدي على مسائل الهجرة، وكذا مرة يعني أكثر من مرة خالفه القاضي، وطبعا لما القاضي او القاضيه بتقول حكمها هي اللي يعني تنفذ، ولكن هذا يعني هو لا يكف عن هذه التجرؤ على اشياء ليست من حقه كرئيس، يعني او ليست من مسؤولياته. دي حاجه مهمه جدا. طبعا العداء الشديد للاعلام هذا ليس في صالحه، هو طبعا يستطيع يتجرأ ويهاجم، لكن برضو القوانين الأمريكية بتجيء لتصده وترده، كما حدث في المحرر بتاع واشنطن بوست لما نزع منه كارت الدخول للبيت الأبيض في ظرف 24 ساعة أو 48 ساعة، رد له ودخل مرة أخرى إلى البيت الأبيض. يعني هذه الإشكالات لن تقع، يعني ستستمر، لأنه هو الرجل ليس سياسي ولا يعرف كيف تدار أمور الدولة، لأنه لم صحيفة الجارديان دكتور تقول بأنه من الضروري عزل ترامب خلال السنة الجديدة. يعني هل هناك فعلا إمكانية أن يكون هذا الكلام واقعي على أرض؟ طبعا إذا ثبت من التحقيقات التي يعني مستمرة بقالها سنة ونص، في هذه الحالة إذا ثبت أن في جنايات أو يعني في مخالفات قانونية، فعلا لازم يقدم، يعني هذا ليس خيار، ده هيبقى أساسي، ولكن ما أعتقدش أن في أي نائب أو نائبة أو مجلس عضو مجلس شيوخ من الرجال والنساء إنهم يتقدموا إلا إذا كان فعلا ثبت من التحقيق إن هذا الرجل يعني حصل تعديات، وحصل فعلا تعديات مالية أو في
علاقات مريبه كانت له في مع الروسيين مع الطرف الروسي في اثناء حمله الانتخابات. دي يعني زي ما بقول امريكا تحكمها المؤسسه القانونيه ودستورها. نعم الدكتور صفي الدين حامد رئيس مركز العلاقات الخارجيه الامريكيه كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.